مشاهدي شبكة تلفزيون النهار، أهلا بكم ونشرة إخبارية رياضية جديدة من النهار اليوم لاستعراض كل ما هو جديد على الساحة الرياضية المحلية والعربية والإفريقية والعالمية، ونبدأها معكم بأهم وأبرز العناوين. المنتخب يتقدم 10 مراكز في تصنيف فيفا ويحتل المركز 36 عالميا. الأهلي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في طلائع الجيش والإنتاج يخسر أمام طنطا. الزمالك يفاوض ويليام جيفور وإتياح بعد رفع إيقاف اللاعبين. زلاتكو يصحح أخطاء لاعبي العين قبل نهائي دوري أبطال آسيا. وأخيرا برشلونة يتأهل لدوري الـ16 لدور الأبطال بثنائية في سلتك الأسكتلندي. وبدايتنا من أخبارنا المحلية، والمنتخب يتقدم 10 مراكز في تصنيف فيفا ويحتل المركز 36 عالميا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر، واحتل منتخب مصر المركز 36 بعد أن كان يحتل المركز 46 على مستوى منتخبات العالم. ويأتي منتخب مصر في المركز 4 إفريقيا بعد كل من السنغال وكوتيفوار وتونس بحصوله على 719 نقطة. وفاز منتخب مصر هذا الشهر على نظيره الغاني في تصفيات كأس العالم، والتي كانت سببا في تراجع النجوم السوداء من المركز 45 إلى المركز 53. وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارته للتصنيف الشهري للفيفا، فيما جاء منتخب البرازيل ثانيا ومنتخب ألمانيا ثالثا. وإلى القلعة الحمراء، والأهلي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في طلائع الجيش والإنتاج يخسر أمام طنطا. استعاد النادي الأهلي صدارة الدوري بعد فوزه مساء أمس على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة باستاد السلام في ختام الجولة 10، وهي الخسارة الأولى للفريق العسكري. أحرز الأهداف مؤمن زكريا وعبد الله السعيد ونايجيري جونيور أجاي في الدقائق 73 و77 و83 من زمن المباراة. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده ل 26 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مصر المقصة، وتجمد رصيد الطلائع عند 16 نقطة في المركز 7. وفي نفس الجولة فاز فريق طنطا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف باستاد طنطا الرياضي، محققا فوزه الثاني بالدوري. وإلى القلعة البيضاء، والزمالك يفاوض ويليام جيفور وارتياح بعد رفع إيقاف اللاعبين. يدرس مسؤول نادي الزمالك التعاقد مع الليبي ويليام جيفور مهاجم نادي الوداد المغربي المعار من نادي ريو آفي البرتغالي بعد ظهوره بمستوى طيب خلال الفترة الماضية، على أن يحسم المقابل المادي المطلوب الصفقة، خاصة أن اللاعب يتبقى في عقده عام واحد فقط مما يتيح شرائه بسعر مناسب. فيما استقر مجلس إدارة القلعة البيضاء رفع الإيقاف عن اللاعبين على أن يكون معاقبة اللاعبين بالغرامات المالية فقط، مع عدم توقيع عقوبة الإيقاف مرة أخرى حتى لا يفقد الفريق لجهود اللاعبين الفنية في حالة ارتكاب أي أخطاء. وإلى الدراويش، والإسماعيلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة طنطا. استقر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أشرف خضر على خوض معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة طنطا في الجولة 11 بمسابقة الدوري، والمقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية لزيادة تركيز اللاعبين قبل هذه المواجهة. ويسعى الإسماعيلي صاحب المركز 10 ب13 نقطة لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في المواجهتين الأخيرتين أمام المصري والزمالك من أجل تحسين ترتيبه في جدول الدوري العام، فيما يسعى فريق طنطا لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز الأخير على الإنتاج، حيث يحتل طنطا المركز 13 برصيد 7 نقاط. مشاهدينا، انتهت أخبارنا المحلية، والآن إلى أخبارنا العربية.
وإلى الملاعب العربية، والأهلي السعودي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الهلال غدا. يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السعودي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الهلال غدا الجمعة في الكلاسيكو بملعب الجوهرة في الجولة 10 من الدوري السعودي. ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ب 21 نقطة، يليه النصر الوصيف بنفس الرصيد، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة. ويسعى السويسري جوث مدرب الأهلي للفوز ومشاركة الصدارة مع الهلال والنصر على أمل تعثر الأخير أمام مضيفه التعاون، فيما طلب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال لاعبيه بحصد 3 نقاط والمحافظة على الصدارة. زلاتكو يصحح أخطاء لاعبي العين قبل نهائي دوري أبطال آسيا. حرص الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لنادي العين الإماراتي على تصحيح أخطاء لاعبيه ومعالجة السلبيات قبل مواجهة شنوبوك هايونداي موتوز الكوري الجنوبي السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا باستادها الزعب بن زايد بمدينة العين، بعدما انتهى لقاء الذهاب السبت الماضي بفوز الفريق الكوري بهدفين مقابل هدف. وقرر الكرواتي داليتش إغلاق تدريبات الفريق اليوم وغدا الجمعة بعد أن فتحها أمس لوسائل الإعلام، وطالب لاعبيه بضرورة تحقيق اللقب الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه وإسعاد شعب الإمارات وتحقيق اللقب القاري. فوساتي يهدد بالرحيل عن تدريب قطر حال استبعاد اللاعبين المجنسين. هدد خورخي فوساتي مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم باستقالته من منصبه حال تطبيق اتحاد الكرة خطة استبعاد اللاعبين المجنسين والمولودين في دول أجنبية من تشكيلته. وقال فوساتي إن خطة الاتحاد القطري لتقليل عدد المجنسين داخل المنتخب قد يقلص فرصها في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا كونه لا يتفق مع هذه النقطة في المرحلة الحالية. وأضاف فوساتي الذي تولى قيادة قطر في سبتمبر الماضي: إذا أراد الاتحاد القطري تنفيذ خطته سأحترم القرار تماما، وسيكون من الأفضل لمنتخب قطر أن يعين مدربا آخر. مشاهدينا انتهت أخبارنا العربية، والآن إلى أخبارنا العالمية. وإلى الملاعب العالمية، وبرشلونة يتأهل لدور 16 لدوري الأبطال بثنائية في سلتيك الأسكتلندية. حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا مستحقا خارج ملعبه على سلتيك الأسكتلندي بهدفين نظيفين أحرزهما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 24 و 56 من ركلة جزاء مساء أمس في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليضمن البارسا التأهل لدور 16، ويعزز ميسي صدارته لقائمة هداف المسابقة الموسم الحالي بتسع أهداف. وفي نفس المجموعة تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الألمانية بهدف لكل منهما، ليضمن السيتي التأهل في المركز الثاني بثمان نقاط خلف برشلونة المتصدر ب 21 ب 12 نقطة، ثم مونشنغلادباخ ثالثا بخمس نقاط، بينما يتذيل سلتيك ترتيب المجموعة برصيد نقطتين. صدمة في ريال مدريد بعد تأكد غياب جاريث بيل 3 أشهر. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس أن لاعبه الويلزي جاريث بيل سيخضع لجراحة في الكاحل الثلاثاء القادم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سبورتينغ لشبونة البرتغالية، والتي أقيمت أول أمس الثلاثاء بالعاصمة البرتغالية لشبونة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد. وتعد إصابة جاريث بيل بمثابة ضربة موجعة لفريق ريال مدريد بعدما تأكد غياب النجم الويلزي عن المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والمحددة لها 3 ديسمبر القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني الليغا، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في اليابان الشهر ذاته، علما بأن فترة غياب اللاعب ستصل إلى 3 أشهر. مانشستر يونايتد يواجه فينورد في مباراة الفرصة الأخيرة بالدوري الأوروبي. يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظير فينورد الهولندي مساء اليوم في الجولة 5 قبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث أن الهزيمة أو التعادل قد تكون بمثابة نقطة النهاية في مشواره بالبطولة، حيث يسعى اليونايتد للفوز والعودة للمنافسة قبل لقاء الجولة الأخيرة يوم 8 ديسمبر أمام زويا لوجانسك الأوكرانية الذي يحل ضيفنا اليوم على فنيرباخشة التركية. ويتصدر فينورد المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن فنيرباخشة التركي الوصيف، ثم مانشستر يونايتد برصيد 6 نقاط، ثم لوجانسك الأوكراني برصيد نقطتين. مشاهدينا وصلنا معكم لسؤال نشرتنا واللي كنا طرحناه عليكم بالأمس، وهو هل أنت مع استمرار كابتن طبعا إسلام جمال وأحمد توفيق في القلعة البيضاء أم الرحيل عنها؟ وجلنا بعض التعليقات على صفحتنا على النهار رياضة، وكان أبرزها أحمد شعبان بيقول لا طبعا دول عنصرين مهمين جدا للزمالك وما ينفعش يمشوا بسبب مشاكل تافهة زي دي، أهلاوي. محمود أوكا بيقول أوافق على رحيل الاثنين للزمالك لديه 6 مساكين، وأحمد توفيق دخل على نفسية الغرور. كمان ياسر أحمد بيقول أنا ياسر أحمد من الفيوم، إسلام جمال بس من أحسن مدافع في مصر. أبو عماد بيقول إسلام جمال لاعب مغرور وأحمد توفيق بيتدلع بس مفيش حد فوق النادي، نعم مع رحيلهم. محمد إبراهيم بيقول لا طبعا لأن إسلام وأحمد توفيق من أحسن اللعيبة في النادي حاليا. كمان اسلام عبد الله غاني بيقول سلامات، وكمان ايمان سالم بتقول نعم لان الزمالك لديه لعيبه كتير في المكان ده. مشاهدينا وصلنا معاكم لسؤال نشرتنا اليوم، وهل تتوقع ان ينافس المنتخب الوطني على بطوله امم افريقيا؟ هننتظر تعليقاتكم على صفحتنا على النهار رياضه، والان تذكره لاهم وابرز العناوين. المنتخب يتقدم 10 مراكز في تصنيف فيفا ويحتل المركز 36 عالميا. الاهلي يستعيد صداره الدوري بثلاثيه في طلائع الجيش والانتاج يخسر امام طنطا. الزمالك يفاوض ويليام ديفوي وارتياح بعد رفع ايقاف اللاعبين. بلاتكو يصحح اخطاء لاعبي العين قبل نهائي دوري ابطال اسيا. وأخيراً برشلونة يتأهل لدور 16 لدوري الأبطال بثنائية في سلتيك الأسكتلندية.